بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي بهذه بأحبتنا في هذا البث المباشر للكلام على موضوع لا يجمل بنا السكوت عليه. غدا بحول الله عز وجل سيصلي المغاربة صلاة الاستسقاء. بالأمس خرج الناس إلى الشوارع فرحا بانتصار المنتخب، انتصار غاب عن السجل الكروي للمغاربة منذ ما يفوق 20 عاما. فالناس فرحوا بهذا الانتصار وخرجوا إلى الشوارع من تلقاء أنفسهم دون أن يأمرهم أحد للتعبير عن فرحهم بالفوز وللتعبير عن حبهم لهذا البلد وللتعبير عن اهتمامهم بما يسعد المغاربة. العيب والمصيبة والطامة الكبرى أن يخرج الناس بعد انتصار في مقابلة وأن يتخلفوا عن الخروج لصلاة الاستسقاء، أن يتخلفوا عن الخروج لصلاة الاستسقاء وقد عم الجفاف البلاد طولا وعرضا وتأخر نزول المطر. فإن كنا فعلا نحب هذا البلد ونحرص على ازدهاره وتنميته يجمل بنا أن نخرج غدا لصلاة الاستسقاء، أن نخرج لنطلب من الله تبارك وتعالى أن يغيثنا وأن ينزل من السماء قطرات يحيي بها الأرض بعد موتها ويغيث بها الناس الذين لا يجدون جرعة ماء في البوادي والمداشر. نخرج غدا بحول الله لنستسقي لأن نزول الغيث قد تأخر والجفاف قد استمر لسنوات، مستويات ملء السدود ضعيفة جدا، الفرشة المائية نزلت إلى مستويات قياسية، حاجة الناس إلى الماء كحاجتهم إلى الهواء الذي يستنشقونه. الخروج إلى صلاة الاستسقاء سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الاستسقاء سنة تشرع في جماعة، ولفت صلاة الجماعة ما قدرش يخرج يصلي صلاة الاستسقاء في جماعة يجوز أن يصليها وحده. الناس خارجين في الباركو ولا في السفينة ولا في الباخرة ولا مسافرين في الطائرة، ذاك الوقت يصلي وهو راكب في طائرته. الناس اللي في البحر البحرية اللي خدامين في البحر يصليوا في السفينة ديالهم. الناس اللي مسافرين بالطائرات ولا الناس اللي عندهم خدمة ما يقدروش يخرجوا منها يصليوا في المكاتب ديالهم. صلاة الاستسقاء راه ماشي لعب، انحباس المطر يعني هلاك البلد، يعني موت الحيوانات، يعني غلاء المعيشة، يعني انتشار الأمراض، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أحوال الناس.
فنخرج لصلاة الاستسقاء لنستغيث بالله، لنرجو الله تبارك وتعالى أن يغيثنا، فلا أحد يستطيع أن يغيثنا إلا الله، لا أحد يستطيع أن ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. وصلاة الاستسقاء وقتها يبدأ بعد زوال وقت الكراهة، بمجرد ما تشرق الشمس يبدأ وقت صلاة الاستسقاء، ويستمر وقتها إلى زوال الشمس بحال صلاة العيد، هذاك الوقت كله تاع صلاة الاستسقاء. يخرج لها الإمام، يخرج لها الإمام رئيس الدولة، السلطان، الخليفة، الوزراء، البرلمانيين، المستشارين، القضاة، رجال الأمن، رجال الدرك، الأساتذة، الأطباء، العمال، الحرفيين، الشباب، الشيوخ، الرجال، النساء، الأطفال، الكهول، يخرج الناس كلهم. لا يجوز ولا يليق في هذا الوقت أن يتخلف أحد، لا عذر لنا. إلا خرجنا البارح فرحانين حيت ربحنا في مقابلة، غدا راه محتاجين للغيث والمطر، محتاجين للدعوات ديالك وديال الوالدين ديالنا وديال جدودنا وديال ولادنا. يخرج لصلاة الاستسقاء حتى الصبيان الصغار، الأطفال، يخرج لها الشيوخ الكبار والعجائز، ويخرج الجميع بثياب متواضعة، ماشي بحال صلاة العيد تلبسوا أحسن الثياب اللي عندنا. صلاة الاستسقاء تنمشيو بثياب متواضعة، بثياب المهنة لإظهار الفقر والحاجة، ونخرج بقلوب منكسرة متعلقة بالله، ونخرج بعد التوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها. لا نخرج بثياب فخمة وبسيارات ونخلو الصف الأول والثاني فلان وفلان، لا، هذا الشيء ما كاينش. صلاة الاستسقاء يخرج الناس يعني بقلوب يعني ترجو رحمة الله وبثياب متواضعة، يعترفون بذنوبهم وأن هذه الذنوب هي سبب القحط والجفاف الذي نعيشه. يقول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الصلوات تضيع، الأرحام قطعت، الأعراض يعني انتهكت، الزنا استحل، الربا استحل. الخروج إلى الاستسقاء يسبقه إعداد، لا بد من التوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها والاعتراف بالتقصير وحسن النية والإخلاص لله عز وجل. هذا كله لا بد منه قبل الخروج إلى المصلى. صلاة الاستسقاء فيها جوج ركعات يصليها الإنسان جهرا، تقرأ الفاتحة وسبح، ولا الفاتحة وبعد منها في الركعة الثانية الغاشية، ولا عود الفاتحة وتقرأ مثلا سورة والشمس وضحاها، فيها سورة الفاتحة وسورة بعد منها ركعتين جهرا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة. غدا بحول الله في المسجد ولا في المصلى، وليلة غتصلي في المكان ديالك، ولا غتصلي في الباركو، ولا في البارخة، ولا في الشالوطي، ولا في الطائرة، غتصلي ركعتين. الركعة الأولى كنقرأ فيها الفاتحة، ونقرأ بعد منها سبح اسم ربك الأعلى، ونقرأ الفاتحة، نقرأ بعد منها الغاشية، ولا سورة قاف، ولا سورة الشمس، ركعتين جهرا. نجهر بالقراءة، الإمام يجهر بالقراءة، والمنفرد اللي غيصلي بوحده كذلك يجهر بالقراءة. يجهر بالقرآن كما يجهر غيرك بالألحان، نجهر بالقراءة. وبعد الركعتين بالنسبة اللي غيصلي في الجماعة غادي يحضر الخطبتين يخطبهما الإمام،
يكثر فيهما من الاستغفار. في صلاة العيد نكثر من التكبير، في الخطبة ديال الاستسقاء الإمام يكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر، استغفر يا قاتل النفس، استغفر يا من وقع في الربا، استغفر يا من وقع في الزنا، استغفر يا من وقع في الغيبة، استغفروا ربكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا من أسباب نزول الغيث الاستغفار. فالإمام في الخطبة يكثر من الاستغفار ويحذر الناس، يحذر الناس كلهم، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الصغير والكبير، يحذر الجميع من معصية الله، ويوصي بالتوبة والفرار إلى الله، ويحفز الناس على الصدقة وذكر الله تبارك وتعالى. فالأمر جلل، الأمر عظيم، حبس القطر من السماء، لا حياة لنا بدون ماء. الأمر أيها الأحبة جد وليس هزل، فقد تأخر نزول الغيث، البهائم بحاجة إلى ما تأكله من علف ومن غذاء، السدود خاوية على عروشها، الآبار غارت، قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما ياتيكم بماء معين. فيوصي الإمام بالاستغفار ويحذر من المعاصي ويأمر بالصدقة، ثم يستقبل القبلة بوجهه. الإمام كيستقبل القبلة بالوجه دياله، ويحول رداءه الذي على كتفيه، تيحول الرداء دياله، هاد الجلابة هادي البلاصة اللي كنت لابس في اليمين غنرجع اليسر، كنقلب الرداء الذي ألبسه على الكتفين والعاتقين. الإمام يحول رداءه رجاء أن يتحول الحال من حال الجفاف إلى حال الغيث، من حال المعصية والإصرار عليها إلى حال الطاعات والفرار إليها. يحول الإمام رداءه، تيقلب الجلابة ديالو للقميجة ديالو كيحولها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث عبد الله المزني أو المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. فإذا حول الإمام رداءه يحول الرجال كذلك وهم جلوس، كنبقاو جالسين وتنحولوا هذيك القميجة ديالنا ولا الفوقية ولا التجكطة ولا أي حاجة لابسين، الرجال فقط، الذكور، أما النساء لا يفعلن ذلك، رجاء أن يتحول الحال من حال إلى حال. فلا تتخلفوا عباد الله من الخروج إلى صلاة الاستسقاء، واتقوا الله تبارك وتعالى واسألوه أن يغيثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحب بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحب بلدك الميت، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم اسقنا سقيا رحمة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واهدي بنا، يسر الهدى إلينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، شاركوا هذه الكلمات مع أحبابكم وإخوانكم في المجموعات لعلهم يتعظون ولعلهم يوفقون للخروج غدا لصلاة الاستسقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في المساجد على الساعة 10 صباحا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.